سبحان الله. اليوم 3 ربيع الاول 1445، اليوم الاثنين، ثلاث ايام شهر ميلاد نبينا شفيعنا طبينا محمد صلى الله عليه وصحبه وسلم، 12 ربيع الاول 1445، وعند ديوان وعند قبر الوالد السيد يوسف هاشم السيد احمد الرفاعي، هذا سبط القاضي هشام عيسى ماشاين ولد بنته ماجد السيد يوسف الرفاعي، كله يطبع بردة المديح هي قصيدة تحية في مدح خير البرية صلى الله عليه وآله وصحبه وذاته وصفات جميع الأنبياء كما صلت عليه الملائكة. الشيخ سيد يوسف هاشم الرفاعي، مركز ودار الرفاعي للنشر. سبحان الله، بقرأ لكم من القصيدة حتى يسمعها بعد الوالد، إنه شو يحس إنه في بعد ناس كملوا مسيرته. يقول: إذا لاح حسن للنفوس مفرح، تداعت له العشاق ترنو وتجنح، فتنعم أبصار بما لاح حسنه، وتهنأ أرواح بشوق يروح. وأي جمال في الحياة أجل من مناهج حق بالكمال تلوح، إلى الخير تدعو والحلال تحله، وإصلاح شأن الفرد نهج ومطمح. هي النعمة العظمى شريعة أحمد النجاة، لأهل الأرض للعيش تصلح، لها من أرض من رضا الرحمن نور يحفها كضوء الضحى يجرو وبالخير ينفخ، وآياتها 70 قصدا إلى العلا هي العروة الوثقى، بها العز ينسح ومبدأها إيمان واختمان. سيد رفاعي ومؤسسة مؤسسة إيمان الوالد في عمل المقاولات ومعهد الإيمان الشرعي درسنا فيها القاضي محمد سيد رفاعي بالسبعينات وناس، دواء إيمان صدق بخالق عليم قديم سرمد ليس يبرح. صفوة الهيئة يعني خاتمتها: فيا صفوة الإسلام هلا حفظتم لتلك العظات البالغات لتنجحوا، ألم تقرأوا أخبار أسلافكم قضوا بنصر عزيز في مدى الدهر يمدح، إذا لم نقم نحيي عهودا فمن لها، ومن ينشر الإصلاح يهدي وينصح، فإن ذوي التضليل قد طوفوا بنا وبأهواء طيش والغوايات تكسح. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. ألا نقتدي بالمصطفى، خير منقذ نبي أتى بالحق يبني ويفتح، أي خيرة الرحمن من كل خلقه، منحت جميع الناس فضلا يروح، وحررت أفكارا وأطلقت أسرها من الإفك والفوضى وحما تبرح، وعلمتنا الإيمان بالله خالصا وأعطيتنا ملكا وعلما يصحح. وهاي خاتمتها. والله البلبول والطيور تغرد فرحانة. صلى الله عليه وسلم، صلاة وسليما عليك ورحمة وآل صحب ما تدفق أبطح، إليك شفيع المطربين توسلي لعل إله الكون يرضى ويسمح، فإنك مبعوث الإله برحمة وأنك تدري بالذنوب وتصفح. صلى عليك اللهم هبت الصبا وما دامت الأطيار في الجو تسبح، وصلم من يليق بذاته دوما وما أمس العباد وأصبح. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وذاته وصفاته وجميع الأنبياء كما صلت عليه الملائكة. وهذه تصفح الله مركزي والله حلو سواه، وفروعه تراث السيد يوسف الرفاعي في الواتساب وتويتر وإنستغرام وغيره، وهاي كتبه وهاي دعاء الحراسة مشهور، الوالد كان يوزع كله في ديوانه، وهاي الخاتمة.